أجمل ملعب اليابان ملعب سايتاما. مشاهدينا متابعينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهار الفل للناس الكل. أنا رؤوف خليف أحييكم من خلال وتشكيل مباراة اليوم. شاهد الكرة من الخلف وتحرك ببراعة للوصول إليها، لكنه لم يستطع القيام بما هو أفضل من ذلك. أمامه فرصة التسجيل، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، لم يخاطر على الإطلاق. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. ماتيتش، تلعب الكرة ناحية اليمين، الكرة الأرضية إلى المنطقة. يحاول تمريرها عبر الدفاع. والكرة العرضية، نالوا رمية التماس، ونحن في منتصف الشوط الأول من المباراة. لم ينجح أي فريق في تقديم أي لمحة هجومية في الناحية الأمامية. يلعب كرة إلى اليسار ويلعبها عرضية. التوزيع مش معقولة ولا مقبولة. كرة طولية إلى الأمام، يحاول تمريرها عبر الدفاع، يقطع الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تعرض للشد وحصل على ركلة حرة. بوجبا يلعب كرة طولية، يلعبها بينية أرضية. الكرة داخل منطقة الجزاء، لم يقابل الكرة بطريقة صحيحة. كرة طولية إلى الأمام، سيقوم بتسديد الكرة. بوجبا يلعب كرة إلى الأمام، يحاول أن يلعبها بينية، يسيطر عليها. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. you
فاصل من التمريرات الجميلة. يحاول فك دفاعات المنافس. مرت الكرة. هل ستصل الكرة إلى اللاعب في الأمام؟ إيجالو. توزيعها إلى الأمام. صافرة نهاية الشوط الأول. إن لم يتلقى أي منهما أهدافا إلى حد الآن، ولا تزال النتيجة 0-0. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. كانت المباراة مغلقة من الطرفين في الشوط الأول. نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. نرى اللاعب بجوار خط التماس ويستعد للدخول. سيتم التبديل بالعال. واندفاع كبير. استخلاص جيد وسليم مكنه من منع الخطورة. يلعب كرة إلى اليسار. ماتيتش. كرة طولية إلى الأمام. من يقدر على هذه التمريرة؟ يرسل عرضية أرضية. يقرر لاعب كرة نحو خط الوسط. كانت الخطورة قوية لكنه واجهها بشكل رائع. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة للجناح. مرت البينية ووصلت إليه. كرة أرضية إلى المنطقة. الإنقاذ الرائع. لم يكن هذا تصدي عادي. قام بعمل رائع لحماية مرماه. رائع. ويسدد. إن لم يحالفه الحظ في التسجيل من هذه الكرة. يتحرك وحده. يتقدم بصورة جيدة هنا. يحاول لعب كرة بينية غدارة. يوجه تسويبة قوية ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. شاهدنا لحظات عبقرية من كرة القدم ومن لاعبين عباقرة. تدربوا كثيرا وزادت قوتهم في التدريبات. ومن الجميل مشاهدة نتيجة التدريبات على أرض الواقع في المباراة. أظن أن هذا التغيير ناجح للغاية. هذا هو آخر تبديل لهم. مانشستر يونايتد يسجل الهدف الأول للمباراة. تقدم مستحق. ينطلق نحو الخط الأمامي. فاصل جميل من التمريرات. يحاول فك دفاعات المنافس. لعبة جميلة إلى المنطقة. والكرة ملعوبة إلى الأمام. وأطلق الحكم صافرته لكن لاحتساب خطأ.
كرة على الجانب، يعيد الكرة العرضية إلى القائم البعيد، وصلوا بها إلى بر الأمان. يلعبها بينية أرضية، يلعبها للجانب الآخر من الملعب. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. ماتيتش أعتقد أنها مخالفة. الكرة للأمام، يحاول تمريرها عبر الدفاع. اندفع إلى هناك، تفوق في ماتيتش في المواجهة وتسبب في احتساب المخالفة. يبحث عن زميله. كرة ثنية إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يحاول أن يلعبها بينية، تمكن من تمريرها إلى مارسيال. تغيير اللعب على الرواق، والدفاع يبعد الكرة. توزيع إلى الأمام، ورمي التماس. نلعب الآن في الوقت بدل الضائع. الانتصار لصلاحهم نظريا، لكن يتأكد الفوز إلا بعد صفيرة النهاية من قاضي المباراة. حصلوا على ركلة حرة، وقد تكون هي الركلة الحرة الأخيرة في المباراة. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. نعرف بالتأكيد من سيلعب هذه الكرة. بوجبا، كرة على الأطراف، تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة، ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، وذلك بفضل خط الدفاع الذي كان في أفضل حالاته. أظن أنهم بعد